حبيبي كذاب. ربنا يسامحك، مالك بس؟ مش نجدع. ليه كده يا حبيبي؟ مش اكلت حاجه طول اليوم. ليه بس؟ سحلان. سحلانه من ايه يا بابا؟ مش نجدع كده كده حبيبه. ممكن اعرف ليه مش كلمتني امبارح طول اليوم؟ افتحي شنطتك كده. حبيبي كان نفسه في ايه من زمان؟ بذمتكم مش احلى حاجه في الحياه؟ الجو ده مكانه على النت. ما انت لو كنت كلمت شباك 2015 شباك واشتركت في واحد من 5 عروض موبينيل للانترنت الجديده كان زمانك عملت كده. وخلصنا.